الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تخصيص مساحة 15,000 فدان لإقامة مدينة بني مزار الجديدة. أكدت وزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العالمين الجديدة، من إجمالي 1920 وحدة سكنية يتم تنفيذها بالمشروع. نشرت الجريدة الرسمية قرار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتضمنت التعديلات على القانون إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح الحوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة. وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية اتفاقية تعاون مع شركة ستيفانو بويري المعمارية لإقامة أول غابة عمودية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط في مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة. أطلقت شركة كاسل للتطوير العمراني سبرينغ فيلد، وهي المرحلة الثالثة من مشروع كاسل لاند مارك بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل إلى 450 مليون جنيه. أعلنت شركة جي في للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها وايت ساند باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه على مساحة 186 فداناً في الساحل الشمالي. أعلن المهندس سميح سويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة عن وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المجمع الثقافي، وهو مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع شركة إنيرشيا لتمويل مشروع جفارة في الساحل الشمالي وعدد من المشروعات الأخرى بمبلغ 575 مليون جنيه.